خلونا نروح بقى لبطوله اخرى، بطوله كوبا امريكا. امبارح زي ما تابعنا شفنا الارجنتين فازت على البرازيل بنتيجه 1-0 في المباراه النهائيه. فوز المنتخب الارجنتيني كان بمثابه انتصار للنجم ليونيل ميسي اللي حقق لقبه الاول بقميص بلاده بعد مسيره من الالقاب الفرديه على مستوى الانديه. خلونا نشوف التقرير اللي بيغطي تفاصيل المباراه ونرجع لكم تاني.